أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الإجارة والجعالة والرزق على تعليم القرآن والحج والإمامة والأذان؟ من كان يقصد المال فلا يجوز أنه يدخل في العبادة لقصد المال. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيه وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أما إن كان يريد العبادة والتقرب إلى الله ويأخذ المال ليستعين به على العبادة هذا شيء طيب لا بأس به، المدار على النية والقصد، ولا يعلم النيات والمقاصد إلا الله عز وجل، لكن كل ينظر في نيته وقصده. نعم.